السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابالات شهيوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم بطبوط في آلة البانيني، كيجي جد لذيذ وطري وبحشوة جد رائعة. نتمنى تجربوه وينال إعجابكم. نمر إلى المقادير. بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى 500 غرام من الطحين الأبيض، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات بينك باودر. هنا وضعت ملعقة كبيرة من خميرة الخبز حبيبات، يمكن لك تستعملي الأخرى إذا كانت عندك. ملعقة كبيرة من السكر غير باش تتفاعل الخميرة ديالنا. غادي نديرو فيها الماء، واحد نص كاس ديال الماء، نخلطوها مزيان ونغطيوها ونخليوها 10 ديال الدقائق حتى تتفاعل مزيان، عاد نقدروا نخدموا بها. جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، واحد الياغورت طبيعي، والماء دافي حسب الخليط. نمر إلى طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بعد ما وضعت الزيت والياغورت طبيعي، دابا غادي نوضع الخميرة ديالنا بعد ما تفاعلت. وغادي نبدي نعجن بطبيطات ديالي، نضيفو الماء شوية بشوية حتى نحصلو على عجينة لينة. هاد العجينة كتجي جد لذيذة ورائعة ورطبة. بعد ما جمعت العجينة ديالي خصها تكون بهذا الشكل، هذا كتلصق شوية في اليدين رخوة. دابا غادي ندوز ندلكها مزيان ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، عاد نرجعو عندها. بعد ما خمرات العجينة ديالنا خرجت منها الهواء، ودابا غادي نشكلها كويرات صغيرة كلهم قد قد، باش هكذا البطبوط ديالنا. غادي نستعين بشوية ديال الزيت حيت العجينة كتلصق. ندهني يديا بواحد شوية نتاع الزيت. وغادي نديرو الكويرات ديالنا صغيورين بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، صغيورين حجم بيضة صغيرة كاع. وغادي ندوزها في الطحين بهذا الشكل هذا، وخصني نفضها مزيان بحال هكذا. وغادي ندوز نحطها في بلاطويا فرشت فيها واحد السربيدة، وغادي نخليها هكاك ما يحتاجش انني نقرصها ولا حتى شي حاجة. غادي نكمل جميع الكويرات بهذا الشكل هذا ونرجع معكم. بعد ما ساليت من الكويرات ديالي كلهم وضعتهم هنايا، دابا غادي نغطيهم وندوز نسخن آلة البانيني. يلا نخليهم يخمروا، مانو ماشي يخمروا غير يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق حتى 10، ونبدي نطيبهم. انا وضعت الآلة ديال البانيني تسخن، بعد ما سخنت غادي ان شاء الله نبدي نطيب الخبيزات ديالي. كيف كتلاحظوا وضعت الخبيزات ديالي هنايا في الآلة ديال البانيني، ودابا غادي نسد عليهم وغادي نخليهم حتى يطيبوا ونحل عليهم ان شاء الله. كيف كتشوفوا الطبيطات ديالي ها هما بداو يحمروا، غادي نقلبهم
ندخل هكا. نشوفوا الجهة اللي حمرت فيها الطبيطة في السه. دابا نشفوهم مرة أخرى. كيف كتلاحظوا الطبيطات ديالي تحمروا، غادي نحيدهم ونديرهم فوق توب هانتوما ونغطيهم باش يبقاو رطبين بحال هكا. وغادي ندير مرة أخرى الكويرات اللي عندي حتى نسالي. البطبوط ديالي ها هو وجد، كيف كتشوفوا هانتوما محمر ورطب، ها زوين الصراحة، ما شهيتكم فيه. نتمنى تجربوه حيت كيستحق التجربة. دابا غادي نفتحو وغادي نعمرو بواحد الحشوة ان شاء الله، غادي نوريها لكم. نتمنى تنال اعجابكم حتى هي. الحشوة ديالي ها هي اللي متكونة بالطون والذرة وبالخيار المخلل والخس مقطع رقيق والجزر مبشور والفلفل احمر مقطع الى مكعبات، مشوي ومقشر ومقطع الى مكعبات عفوا، الزيتون الاسود، الهريسة، هنا درت فلفل مخلل حار. وغادي ندير المايونيز ان شاء الله، نخلط جميع المكونات وغادي نعمرهم. وغادي نحتاجو طبعا الى الخس بهذا الشكل هذا اللي غادي نديروه في وسط الخبز. ما شهيتكم؟ وهنا كيف كتلاحظوا بعد ما فتحت البطبوط ديالي، شوفوا كيف كيجي من الداخل خاوي وطايب، واخا طايب في الماكينه ديال البانيني، هذا ما كيعنيش انه ما طابش الصراحه، جا جد رائع. دابا غادي ندوزو نعمرو. الحشوه دائما كتبقى اختياري الصراحه، يعني ماشي ضروري خصكم ديروا الحشوه اللي درت انا، يمكن لكم ديروا اللي بغيتو. انا غادي ندير بهذا الشكل هذا الخس، وغادي نعمر بحال هكا الحشوه ديالي بعد ما درت لها المايونيز. طبعا غادي تجي مجموعه باش هكذا ما يبقاوش يطيحوا لنا. بهذا الشكل هذا يمكن لكم تعمروه بزاف، يمكن لكم ديروا غير شويه اللي بغيتو بحال هذا الشكل، كيجي جد لذيذ ورائع. هذا هو الشكل النهائي للبطبوط ديالنا ديال آلة البانيني، كيجي جد لذيذ ورائع الصراحة. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي محمر، وحشوة جد لذيذة ورائعة. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. أنتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.